هذه أبرز العناوين. تصريح عالمي من الفيفا على المنتخب المغربي. أشرف حكيمي يتصل بشكل عاجل بوليد ركراكي قبل مباراة البرازيل. بعد ليفربول وأتلتيكو مدريد وبرشلونة، عملاق الدوري الإنجليزي يسعى إلى خطف أمرابط. والآن إلى التفاصيل، ولكن من قبل وباش تكون أول واحد كيتوصل بجديد الأخبار العالمية والمغربية، المرجو وضع زر إعجاب واشتراك وتفعيل الجرس. تصريح عالمي من الفيفا على المنتخب المغربي. أشاد الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا بتشكيلة اللاعبين الشباب في المنتخب المغربي تحت قيادة المدرب وليد ركراكي، مشيرا إلى أن المغرب يكون منتخبا شابا للمستقبل. ونشر الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا في حسابه على موقع التواصل الاجتماعي انستغرام صورة لأبرز لاعبي منتخب المغرب الشباب من بينهم الوافدين الجدد على تشكيلة الأسود، وقال: شباب المغرب على موعد مع كتابة التاريخ في المستقبل القريب. وتابع الفيفا: لا يكتفي أسود الأطلس بإنجاز مربع الذهب بكأس العالم، بل يعدون العدة ويقدمون جيلا جديدا وواعدا هدفه الإمتاع والاستمتاع لكرة القدم في شتى البطولات. ويسعى وليد ركراكي لتكوين جيل قوي يجمع مختلف المواهب الكروية المغربية في الملاعب العالمية لضمان التواجد على الدوام في المحافل الكبرى. وتضم صورة لاعبي المنتخب المغربي الشباب كل من شاد رياض، أيوب عمراوي، عبد الكبير أبقار، بنيامين بوشواري، وياسين كشطة، وإبراهيم صلاح، إضافة إلى عبد الصمد الززولي، وعز الدين أنحية، وزكريا أبو خلال، وأنس الزروري، وبلال خنوس، وأشرف داري. أشرف حكيمي يتصل بشكل عاجل بوليد ركراكي قبل مباراة البرازيل. أكد النجم المغربي أشرف حكيمي على وضعه الصحي بعد غيابه عن مباراة فريق باريس سان جيرمان أمام رين يوم الأحد. وقال حكيمي في اتصال مع الناخب الوطني وليد ركراكي أن غيابه جاء باتفاق مع الطاقم الطبي لتجنب تفاقم حالته الصحية. وأضاف حكيمي أنه سيكون جاهزا للمشاركة في المعسكر الإعدادي المقبل للمنتخب المغربي والذي يتضمن ودية مرتقبة أمام البرازيل. ويمر حكيمي بوضع صعب في الفترة الأخيرة بعد تعرضه لإصابة خلال مباراة فريقه في دوري أبطال أوروبا وتورطه في قضية اتهام بالاغتصاب في فرنسا. يذكر أن أشرف حكيمي هو لاعب كرة قدم مغربي يلعب حاليا في صفوف باريس سان جيرمان الفرنسي، ويعد أحد أهم نجوم المنتخب المغربي، وقد لعب في عدة أندية أخرى من بينها إنتر ميلان الإيطالي وريال مدريد الإسباني. بعد ليفربول وأتلتيكو مدريد وبرشلونة، عملاق الدوري الإنجليزي يسعى إلى خطف أمرابط. يضع فريق توتنهام هوتسبور الإنجليزي لكرة القدم الدولية المغربي سفيان أمرابط لاعب نادي فيورنتينا الإيطالي ضمن دائرة اهتماماته للتعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة. وكشفت تقارير صحفية فرنسية أن النجم أمرابط مطلوب بقوة في فريق توتنهام في الميركاتو المقبل. وقالت ذات التقارير أن مسؤولي الفريق الإنجليزي يتطلعون إلى تكوين فريق تنافسي وقوي خلال الموسم المقبل، وأشارت إلى أن الفريق المذكور خصص ميزانية ضخمة من أجل التعاقد مع لاعبين من مستوى عال على غرار أمرابط. وشددت على أن مدرب توتنهام الإيطالي أنطونيو كونتي متمسك بضم الدولي المغربي بالنظر إلى الأداء الرائع الذي يقدمه هذا الموسم رفقة فريقه. وزادت على أن مهمة الفريق الإنجليزي في ضم اللاعب المغربي لن تكون سهلة في ظل دخول أندية ليفربول الإنجليزي وأتلتيكو مدريد وبرشلونة الإسبانيين على خط التعاقد مع اللاعب. محامية أشرف حكيمي تحسم في عقوبة منع اللاعب من مغادرة التراب الفرنسي. كشفت محامية لاعب الدولي المغربي أشرف حكيمي لاعب باريس سان جيرمان فانيكولين حقيقة الأخبار المتداولة بخصوص منع اللاعب من مغادرة التراب الفرنسي بعد اتهامه باغتصاب فتاة فرنسية. وأكدت محامية الدولي المغربي أشرف حكيمي في تصريح صحفي لقناة العربية على أن القضاء الفرنسي فرض عدة إجراءات على موكلها، لكنه متعه بالحرية الكاملة ويمكنه الذهاب حيث شاء. وقالت المحامية في تصريح لقناة العربية أن حكيمي موضوع تحت المراقبة القضائية، ولكنه يتمتع بحريته الكاملة وبإمكانه الذهاب أينما شاء شرطة إخبار الشرطة عن مكان تواجده.
وأوضحت محامية نجم المغرب في تصريح ذاتها أن القضاء الفرنسي فرض عدة إجراءات على موكلها، أبرزها أن لا تكون له علاقة أو تواجد مع المشتكية، وحول منعه من السفر خارج فرنسا. قالت المحامية فاتيكولين: لم يصدر أي قرار من قاضي التحقيق يمنع حكيمي من مغادرة فرنسا، يملك حريته الكاملة وبإمكانه أن يتمتع بحياته المهنية بطريقة عادية والسفر والعودة كيفما يشاء. البرازيل تستدعي ثنائيا جديدا لودية المغرب. اختار مدرب المنتخب البرازيلي رامون مينيزيس الثنائي الذي سيحل بديلا لنجميه المصابين ريتشارلسون وماركينيوس في القائمة التي ستواجه المغرب وديا يوم 25 من الشهر الجاري في طنجة. ودخل المهاجم يوري ألبرت والمدافع بريمر مكان اللاعبين المصابين، ويعود بريمر لاعب يوفنتوس الإيطالي إلى المنتخب الوطني البرازيلي بعد أن لعب في مونديال 2022 في قطر. كما سيحظى يوري ألبرت المهاجم الواحد بنادي كورنتيانز البالغ من العمر 22 عاما السبت المقبل بأول فرصة له في صفوف فريق السامبا. وأعلن مينيزيس عن التبديلات عقب وصوله في ساعات مبكرة من صباح الأحد رفقة باقي أعضاء اللجنة الفنية للمنتخب إلى طنجة، حيث يقام معسكر الكناري الذي يشارك به 23 لاعبا تم استدعائهم اعتبارا من غدا الاثنين استعدادا لأول مباراة ودية للبرازيل عقب إقصائها في ربع نهائي كأس العالم. وأطار مينيزيس الذي يتولى الإدارة الفنية للمنتخب مؤقتا بسبب تأخر الاتحاد البرازيلي لكرة القدم في إيجاد بديل لتيتي الذي استقال عقب المونديال، حيث اضطر إلى إدخال تغييرات في قائمة تشكيلة عقب الإصابات. ويتعافى ماركينيوس لاعب باريس سان جيرمان من إصابة عضلية، في حين تعرض ريتشارلسون مهاجم توتنهام لإصابة خلال مواجهة فريقه أمام ساوثهامبتون يوم السبت وغادر الملعب باكيا. ويبرز في القائمة فينيسيوس جونيور ورودريجو وكازيميرو وميليتاو فضلا عن 10 لاعبين يشاركون مع المنتخب لأول مرة، في حين يغيب نيمار عن هذا اللقاء الودي بسبب الإصابة، لتضم القائمة 10 لاعبين فقط ممن خاضوا مونديال قطر. ويبدأ لاعب المنتخب البرازيلي استعداداتهم لودية المغرب في طنجة اعتبارا من غد الاثنين وعلى مدار 5 أيام. وقد استدعى مينيزيس المتوج بطلا مع البرازيل ببطولة سودا أمريكانا تحت 20 عاما هذا العام في كولومبيا، استدعى 5 لاعبين من فريق الشباب.